هناك مجهودات كبيرة مبذولة من طرف لا أطباء وزارة الصحة ولا أطباء القوات الملكية المسلحة. طبعا هناك تنسيق بين وزارة الصحة وبين المؤسسة العسكرية، مجهودات جبارة هنا في عين المكان كذلك كما عندنا هنا في الإقليم. كاينين فحوصات طبية، كاين عمليات جراحية لأن هذه مركب طبي جراحي، كذلك تتعطى هنا الأدوية، وبالتالي راه كاين يعني كاين واحد التنسيق تام وتناغم تام ما بين العمل ديالنا وما بين العمل ديال المؤسسة العسكرية اللي طبعا تحركت تحت التعليمات ديال سيدنا الله ينصرو. وجميع الحالات تقريبا اللي تنقدروا اللي تقدر دار هنا راه تدار هنا، اللي ما تقدرش دار هنا راه تتصيفط كذلك في تحنوت. راه عندنا المركب الجراحي راه تيشتغل، ودرنا عمليات جراحيه على بزاف ديال لي فراكتور، كذلك درنا عمليات على الجهاز يعني النوغوشيروجي. يعني الحالات صعبة جدا اللي خصها واحد الإنعاش، وهذا هي اللي الآن تترسل للمستشفى الجامعي. كذلك بعض الحالات اللي في المراكز الصحية تدار تما شي مسائل بسيطة، كذلك تدار في مستشفى الدرب. واللي بينا نشيروا ليه هو أنه راه الخدمات الصحية راه مستمرة في المراكز الصحية، بمعنى التلقيح اللي عنده التلقيح، بمعنى لي كونسلتاسيون ديال الأمهات ديال الأطفال، هذا راه مستمرة. كذلك المستعجلات الجراحية راه مستمرة، يعني اللي من غير هاد الزلزال اللي ضرب راه مستمرة. كذلك وزارة الصحة راه صيفطت لنا ما نحتاجه من أدوية، وطبعا السيد الوزير راه متبع يوميا شنو كاين، شنو الخصاصة، شنو اللي عندنا، شنو اللي ما عندنا، والأمور الحمد لله راه تسير. وتعازينا الحارة في هذه الوفيات جلالة الملك الله ينصره، وتعازينا كذلك للشعب المغربي، والحمد لله هي الأمور غادية والله. وشكرا. الى جانب واحد الامر ديال هذو الامراض العضويه كاين الجوانب النفسيه، انتم كقطاع طبي واش حاضر عندكم هذا ضمن الاهتمامات ديالكم؟ طبعا وزاره الصحه كان من الاهتمامات ديالها كذلك هو الدعم النفسي ديال الضحايا، وبالتالي عندنا مساعدات اجتماعيات في الاقليم اللي بواحد العدد كبير، لا في المندوبيه ولا في المستشفى. وكذلك كان واحد يعني واحد المجموعه ديال المساعدات الاجتماعيات اللي صيفطتهم وزاره الصحه اللي تبع باهتمام هذه المساله هذه. وكذلك اللي مهم في المغرب واللي خصنا ناكدوا عليه هو انه الحمد لله هذا شعب متضامن، كاين تضامن قوي، كاين تضامن كبير، كاين تضامن واسع. جاونا على هذا الباب اللي تتهضر مساعدات اجتماعيات، جاونا دي بروفيسور دو بيدو بسيكياتري، وكذلك بالنسبه للاطباء راه ما وقفش الهاتف ديالنا مرانين، ديال الاساتذه، ديال الاطباء، ديال الجراحون، ديال القطاع الخاص. شعب متضامن، وهذا ما أراده جلالة الملك من خلال السياسة الحكيمة والمتبصرة دياله.